فقطر إلى جانب أن عندها القيادة المركزية الأمريكية هي محطة اتصال بالجماعات الإرهابية في العالم. نمرة ثلاثة أنها الخطورة بتاعتها خطورة النويز، الضوضاء، القلق. إنما اللي هو هيخرط، عايز يخرط العراق ويخرط سوريا هو تركيا. الأتراك. الأتراك. يعني هنا يبقى إزاي هتعامل مع هذا الموضوع هيبقى في أولوية كبيرة جدا. أنا عندي كمان عملية البناء الوطني في مصر، عملية البناء بتاعت البلد دي أولوية كبيرة جدا، وهي جزء من الأمن القومي أيضا. عندي التحديات الداخلية سواء ذات طبيعة أمنية أو ذات طبيعة اجتماعية أو ذات طبيعة جهوية. الحاجات جنوب مصر مش متقدم زي شمال مصر. عندي تحديات أكثر أهمية بكثير. إن هو القطريين وكده مش معناها يعني أسكت 100%. في اكثر من طريقه لاستخدام الدبلوماسيه والاعلام والدول الحليفه ايضا. يعني هو كمان ساعات تسيبه يحرق صوابعه بنفسه. يعني النهارده اللي هو قطر ابتدت تخش في اشكاليات كبيره جدا مع دول الخليج اللي هم الدول الدرجه الاولى من التحالف.